عسلامة عسلامة، مرحبا بيكم في نيس كل، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم باش نحضروا بعضنا فلفل محشي كالعادة، باش نحضروها بطريقة سهلة ويجيبني برشا، وشوفوا بعض كل أسرار نجاحه. وكيف كيف باش نحضروا معاها صوص يجيبني برشا، خليكم معايا في الفيديو الآخر وشوفوا بعض طريقة تحضير المقادير. وبالنسبة لأول مرة زور القناة، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد كل، وحاجة نهبطها ديريكت تصلكم نوتيفيكاسيون. لا مطولش عليكم برشا، ونخليكم مع طريقة تحضير المقادير. بالنسبة هنا لطريقة التحضير، أول حاجة كملت حطيت هكا شوية زيت، باش كمل نضيف عليه هنا بصل، كملت قصيته هكا جويد هكا بالطريقة هذه. وباش نضيف عليه هنا اللحم مفروم، بالنسبة للحم مفروم استعملت هنا 500 غرام، تنجمو نتوما تزيدو ولا تنقصو كيما تحبوا بيان سور. باش كامل هاك نحاول نحلو شويه اللحم مفروم باش مبقاش لاصق في بعضه، وباش كامل نضيف عليه شويه ثوم، الثوم يفوح بالبيه اللحم مفروم. باش كامل هاك نحرك المكونات كل مع بعضها، وميطون نحاولوا مع تجي نحلو اللحم مفروم تاعنا. هنا بالنسبه للفحات باش كامل نضيف شويه ملح، شويه فلفل اكحل، باش نضيف شويه تيبل وشويه فلفل احمر. هنا بالنسبه للفحات نجم معناتها تزيدوا فحات اخرين، معناتها مش بالضروره تعملوا الفحات هذم، اي فحات عندكم ما تحبوا تستعملوهم تنجموا تستعملوهم اللحم مفروم، مش بالضروره الفحات هذم. باش كامل هاك نحرك اللحم مفروم تاعنا، وميطون ديما نحاولوا هاك نحلوه باش مابقاش لاصق في بعضه. حطيت اللحم مفروم تاعنا يكمل يطيب. وهنا باش كامل نحضر الفلفل بتاعنا، بالنسبه للفلفل كملت غسلته بالبيه وكملت نشفته، باش كامل نحي تاع البارتي هذيك الفوقانيه نتاع الفلفل، وباش نحي البارتي هذيك اللي في الوسط، باش من بعد نجم نحطوا الفاغس نتاعنا. طريقه سهله على الاخر، نحاولوا هكا نهبطوا شويه كيف ما زريعه نتخلصوا منها، وباش كملهم الكل بنفس الطريقه كالعاده. نكمل نحي البارتي هذيك الفوقانيه، ونكمل نحي البارتي هذيك اللي من الداخل. طريقه سهله سهله على الاخر. هنا بعد ما كملت الفلفل تاعنا كله بنفس الطريقه، باش كامل نحط اللحم مفروم اللي حضرناه مع بعضنا، باش كامل نحطه بعد ما خليته برد شويه، وباش كامل نضيف عليه هنا عندي هنا شويه معدنوس كملت قصيته بالطريقه هذه، باش كامل نحط المعدنوس، باش نضيف عليه الفرماج. بالنسبه للفرماج استعملت هنا جبن رابي، تنجموا تستعملوا اي فرماج تحبوه، تنجموا تستعملوا موتزاريلا ولا اي فرماج تحبوه. وكيف كيف بالنسبه ما يحبش فرماج نجم ما يستعملش فرماج كيما تحبوا. بالنسبة للبيض هنا باش نحط بيضة ونشوف معناتها احنا والخليط، كان شفتوا سافا سافا سينو نزيد بيضة ثانية، ابوبري بين بيضة بيضتين على 500 غرام لحم مفروم. باش كامل هكا خلط المكونات كل مع بعضها، ونشوف كان سافا سافا سينو نزيد بيضة أخرى. هنا بالنسبة للخليط حسيتو ناقص، باش كامل نضيف البيضة الثانية. كامل هكا نحطها ونكمل نخلط المكونات كل مع بعضها. هني كملت اضفت هكا شويه ملح، انتوما كيفاش تعملوا فرماج مالح من غير ما تضيفوا ملح هكا ديما انتوما والفرماج بتستعملوه. بعد ما كملت الفاغس نتاعنا، باش كامل توا نحط الفاغس في الفلفل نتاعنا. هنا لازم نضغطو، نحاول نضغطو بالباهي على الفاغس باش يهبط ما يبقاش من بعد في الفلفل نتاعنا فارغ، ونكملوا نحطوا الفاغس نتاعنا ديما نحاولوا هكا نضغطوا بالباهي، حطيت نكملوا نعبوا الفلفل نتاعنا بالباهي، باش كامل نحطوا معناتها هكا على جنب بعد ما نكملوا، ونكملوا الكل بنفس الطريقه، طريقه سهله على الاخر. بعد ما كملت الفلفل نتاعنا كله بنفس الطريقه، كملت حطيت هنا زيت يسخن باش كامل نقلي الفلفل نتاعنا. هنا جوست حبيت نعطيكم هكا الطريقه باش الفاغس تاعكم ما يخرجش، باش كامل نحطو هكا في الفارينه ونكمل نحطو شي على الجهه هذه، بالطريقه هذه تضمنوا انه الفاغس نتاعكم ما يخرجش من بعد في الزيت.
باش كامل نطيبهم الكل على الشيء هذي، ومن بعد باش كامل نطيبهم عادي، كامل هني نقص في الغاز باش الفلفل تاعنا ما يتحرقش، ونطيبهم الكل بنفس الطريقة. نتصور الطريقة واضحة. هني بعد ما كملت طيبتهم هكا على الجهة هذي، باش كامل نهبط الفلفل تاعنا ونطيبه عادي حتى يطيب. باش كامل طبعا نحضر صوص بني برشا، كملت حطيت هنا شوية زيت، باش كامل نضيف عليهم هنا شوية بصل، كملت قصيته هكا بالطريقة هذي، قصو هكا جويد، وباش كامل نضيف عليهم طماطم. بالنسبة للطماطم فما كعبيت قشرتهم، كعبيت لي كملت قصيتهم هكا تلف صغار، باش من بعد الطماطم تاعنا تذوب وتسيب هذيك الصوص البني متاعها. بالنسبة للفحات باش كامل نضيف هنا شوية ثوم يفوح برشا الطماطم تاعنا، وباش نضيف هنا شوية ملح، شوية فلفل أكحل، باش نضيف شويه تيبل وشويه فلفل احمر، باش نضيف شويه زعتر وكليل مرح يعطي نكهه بنه على الاخر في الصوص نتاعنا. نجمو هنا نضيفو شويه هروس ولا نضيفو شويه هريسه عربي كيما تحبوا. هنا بالنسبه للطماطم كونسونتري مانيش باش نحط، خاطر بعد تعطي جو حامض على الاخر، جوست باش نكتفي بالطماطم هكا معناتها كعبك هاو. باش كامل هكا نحرك الطماطم نتاعنا بالباهي بالفحات نتاعها، نقليها هكا، وباش كامل نغطيها ونخليها ترفع قلعه. وهنا في المحشي بتاعنا حضر، بالحق نودكم نشهيكم، جبني برشا، وهذا الصوص اللي كملنا حضرناه مع بعضنا كيف كيف جبني برشا، باش كامل نحطه في البلان تاع التقديم. هنا مانيش باش نحط فلفل الكل في الصوص، جست باش نحط هكا زوز قرون فلفل، والكونتيتي بقط تاع الفلفل باش نخليها مع خاطر عندنا شكون في الدار يحب الفلفل المحشي هكا مع الصوص، فشكون يحب جست فلفل المحشي كهو. وقعدتكم هنا زوز طرق، وانتم بيان سور حسب الذوق. هنا باش كامل نزين هكا بشويه معدنوس جست للتزيين، تنجموا تستغنوا عليها على تاب هذي، ولا زينوا هكا بشويه معدنوس. شوفوا هنا ما شاء الله، بالحق رمتكم مشاهيكم، بلاي شاهي على الاخر، وفي المحشي بتاعنا يجي بنين، وشفنا بعضنا كل الاسرار بتاع النجاح بتاعو. نسيت نجحه 100%. ان شاء الله يا ربي تكون رسيت عليهم عجبتكم، عجبتكم الطريقه، وكان عجبتكم ما تنسوش تشجعوني وتعملوا جيم على الفيديو، وشاركوا في القناه مازال مشتركش. وبسلامه في وصفه جديده ان شاء الله.